السلام عليكم. اهم البرامج اللي بتتعامل مع ملفات الاي اف سي زي مثلا عندنا بيم فيوجن، ده احد البرامج، ده بيتعامل برضو اي برنامج بيتعامل مع اي اف سي يبقى كده انت تقدر تتعامل مع ملفات الريفيت والاركيكاد والبريكسيكاد وتيكلا وفيكتور وورك وبنتلي والبلان، لان كل البرامج دي بتصدر لملفات الاي اف سي، فتقدر تشوف الملف حتى لو انت ما عندكش البرنامج الاصلي، هو الاي اف سي حاجه مشتركه بينهم. فده مثلا ده البيم فيوجن، تقدر تاخد سكشن 3 دي في قلب المشروع. طيب برضه عندنا سولوبري، عامل الخدمه ان انت تقدر تعمل سولوبري انوير، وده مجاني تقدر تحمله وتشتغل عليه. عندنا برضه بيم سينك، تقدر ترفع ملف الاي اف سي. عندنا دينوكس اللي هو عنده عامل حاجه اسمها بيم فيور، كل الرابط ده هحطها اسفل الفيديو بحيث ان انت تقدر تتعامل معاه. عندنا برضه بيم كولاب، وده من البرامج القوية جدا اللي تقدر ترفع المشروع بتاعك وتقدر تشاره مع زمايلك. وعندنا ريدو، ده برضه برنامج تقدر تحمل البرنامج وتقدر تشوف بعد كده ملفات الاف سي والدي دبليو جي وملفات الجي ام ال برضه، ولو في اي كلاش تقدر تشوفه وتقدر تعمل قياس للحوايط والاجزاء اللي عندك، وتقدر تفتح اكتر من موديل، يعني ممكن يكون عندك ارتكشر وستراكشر والكتريكال وميكانيكال، تقدر تفتحهم كلهم في نفس الوقت مع بعض.